أرحم الخطيئة العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كيريا لايسون كيريا لايسون Lord have mercy. كيريا لايسون كيريا لايسون Have mercy O Lord. كيريا لايسون كيريا لايسون Hear us and have mercy. كيريا لايسون كيريا Son, Kyrie eleison, erhamna ya Allah. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of the ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy upon us. في هذا الصباح المبارك أيها الأحباء نحتفل بتدشين مذبح هذه الكنيسة كنيسة القديسة مريم العذراء والقديس موسى القوي هنا في بافالو. وهذه الكنيسة تحمل هذا الاسم أمنا العذراء والقديس موسى القوي. وتدشين الكنيسة هو يعتبر بمثابة يوم ميلاد للكنيسة لأنها بتاخد الوضع الرسمي وتصير مدشنة بمذبحها بأيقونتها وتصير هذه الكنيسة بالتدشين. يعتبر ده العيد بتاعها كل سنة عيد تدشين الكنيسة. لكن كمان النهاردة في مناسبتين مهمين خالص. المناسبة الأولى أننا نحتفل بنياحة القديس البابا ديسقوروس اللي بنسميه بطل الأرثوذكسية. والمناسبة الأخرى أننا نحتفل بتذكار استشهاد القديسة رفقة وهي إحدى القديسات المصريات وأبنائها الخمسة. فإذا جمعنا هؤلاء الثلاثة أمامنا القديس موسى الأسود كان قويا في توبته والقديس البابا كيرولوس كان قويا في إيمانه والقديسة رفقة كانت قوية في استشهادها. وأحب أن أنا أتكلم عن هؤلاء الثلاثة كلمات مختصرة تذكارا لهذه أولا يوم التدشين وفي نفس الوقت علشان النهاردة 7 توت اللي بنحتفل به بهذه التذكارات المباركة. عايز أفكركم بحاجة. أنا قلت لكم دلوقتي موسى الأسود قوي في إيه توبته وديسقورس قوي في إيمانه ورفقة وأولادها قوية في استشهادهم. التلاتة دول يعتبروا جذور لنا جذور زي ما بنقول كده في المزمور الأول يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. هي دي الكنيسة القبطية شجرة مغروسة مغروسة ومغروسة يعني لها روتس لها جذور. الروتس دي فين؟ في حاجة من الروتس دي اسمه موسى الأسود أو موسى القوي وفي البابا ديسقورس وفي القديسة رفقة وفي قديسين كتير. عشان كده الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتثر وكل ما يصنعه ينجح فيه. We are very honored to have His Holiness among us and my father, the bishops and the priests, and also we are honored to have our city judge, Honorable Mr. Nickerson. So please come forth to take a gift from His Holiness, please. His Holiness is presenting a Coptic icon to, for the Holy Family flight to Egypt.
because Egypt is the only country that the Holy Family visited other than their birthplace. So Egypt has been blessed by the visit for 3.5 years by the Holy Family. احنا بنشكر قداسة البابا على تدشينه مذبح كنيسة العذراء والقديس موسى في تنواندا في نيويورك. بيبقى يوم بركة في تدشين الكنيسة زي ما قداسة البابا قال ان ده عيد الكنيسة, وده هيبقى التذكار السنوي اللي تعيدوا فيه بتدشين الكنيسة كالبيرث داي, يوم ميلاد الكنيسة الرسمي يعني. بس طبعا عشان نخلي اليوم ده يوم مفرح اكتر, ايه رأيكم نعمل ايه؟ ممكن حاجة نقدر نعملها اكتر عشان نخلي اليوم ده يوم مفرح اكتر؟ ها؟ ايه رأيكم ابونا مارك بقاله يخدمكم قد ايه؟ 10 سنين. وافتكر يعني العمل اللي قام بيه في ال10 سنين اللي فاتت وفرق قوي في حياة الكنيسة والخدمة في المنطقة. سيدنا ابونا مارك, انا بس عشان برضو كل واحد ياخد حقه, الحقيقة كل الاباء بيبذلوا مجهود كبير في الخدمة. ابونا مارك, انا مرة شفت جلابية لونها ابيض افتكرتها بتاعت الخدمة, بس اتريها دي بتاعت الشغل اللي هو بيعمله هنا, تحولت من اللون الاسود الى اللون الابيض زي ما قداستك كنت بتقول النهارده في كتر التراب اللي هو بيشتغل بايديه ويطلع على سلالم ويقع ويكسر وما يهموش يكمل شغله. برضه الحقيقه سيدنا يعني لو قداستك توافق ان احنا ابونا ينال بيد قداستك القموسيه النهارده يبقى يوم مفرح لينا كلنا. And